أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع الثاني عشر من وحدة أنا مبدع، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أذكر أن المفهوم الرئيس الذي سنتحدث عنه أو نتحدث عنه خلال هذه الوحدة هو الإبداع، وقلت أنكم جميعاً مبدعون ولكن باختلاف المهارات الإبداعية، فمنكم من هو مبدع بالرسم، منكم من هو مبدع بالتمثيل، منكم من هو مبدع بالإلقاء أو القراءة إلى غير ذلك، وهذا ما ستطبقوه أثناء تأديتكم المهام المتصلة بالنصوص التي سنقوم بشرحها خلال هذه الوحدة كجبيرة ساندرا، لبيب وتعليمات الطبيب، والدرس الثالث الذي سأتطرق له الآن. أما عبارة البحث والاستقصاء هي: يسهم الإبداع بإيصال رسائل تشمل الحقوق والقوانين في المجتمع. أذكر أننا جميعاً نسهم في إيصال رسائل إلى المجتمع المحيط حولنا، نتحدث فيه عن حقوقنا، نتحدث فيه عن واجباتنا، نتحدث فيه عن أبرز الأمور المتعلقة بالوحدة. الموضوع الأول الذي سنتحدث عنه هو درس كرم الضيافة. هذه من العادات والتقاليد المعروفة في بلدنا الأردن الحبيب، كرم الضيافة، لذلك سنربط هذا بمفهوم الثقافة الذي قمنا بدراسته بوحد سابقة. سأقوم بدراسة هذا بقراءة هذا الدرس أمامكم والتعرف إلى أبرز المفاهيم المرتبطة فيه. سعيد رجل أعمال إماراتي يعمل مديراً لشركة إلكترونيات في مدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. قدم السيد شان من الصين في زيارة عمل للشركة، فاصطحبه سعيد في جولة لمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية. تجول شان مع سعيد في سوق الشارقة الإسلامي، وأعجب بجمال السوق وتنظيمه وطريقة بنائه والنقوش الإسلامية التي تزينه، وطلب من صديقه سعيد أن يلتقط له عدداً من الصور التذكارية. دعا سعيد صديقه شان لتناول طعام العشاء في أحد مطاعم برج خليفة في دبي. دهش شان لجمال المدينة في الليل وما فيها من أبراج عالية، ثم زار مدناً وأماكن عدة في الإمارات وشكر سعيداً على حسن استقباله وكرم ضيافته، ودعاه لزيارته في مدينة بكين في الصين. إذا لاحظ أنه يتحدث عن هذه الصفة في مدينة الإمارات، إذا نستنتج من ذلك أن هذا المفهوم عالمي نجده في كل مكان في العالم، إذا وهو كرم الضيافة. لاحظ أن أمامنا مجموعة من المفردات التي تعلمناها والمتصلة بمفهوم كرم الضيافة، كالمعالم الحضارية، النقوش الإسلامية، المعالم الأثرية، القهوة العربية، والصور التذكارية، والأجهزة الإلكترونية. سنقوم بتوظيف هذه المفردات في جمل من إنشائنا بعد أن نتعرف إلى معانيها. لاحظ أن تغيير الحركات يغير المعنى كاملاً، فمدينة معلم ومعلم تختلف باختلاف وجودها في السياق. برج خليفة معلم حضاري أي مكان بارد، أما في مدرستنا معلم أقصد تيتشر أي أستاذ وهو أنا. لاحظ أننا سنتطرق أيضاً إلى جمع التكسير كما هو في التدريب الرابع، فنقول جمع برج، نضع الألف الهمزة في بداية الكلمة ونقول أبراج، شارع شوارع، نقش النقوش وصورة صور، وهكذا في بقية المفردات التي أمامنا. وسنتحدث عن الكلمة والضد. الضد أي العكس، كريم بخيل، جميل قبيح، ليل نهار. أقرأ وألاحظ عدداً من صفات سوق الشارقة: واسع ممرات، واسعة ممراته، تراثية معالمه، إسلامية نقوشه، وستطبق ذلك في كتابة وصف لسوق ذهبت إليه أو مركز تسوق اشتريت منه. كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال الأسبوع الثاني عشر. أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك أسبوعياً. لا تتردد في حال أي سؤال إرسال رسالة لي عبر البريد الإلكتروني والرجوع إلى صفحات المنصة للاستفادة
مما وضع لك من مصادر وأنشطة. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.